آل لوبين لقب ليس كأي لقب، عائلة تتخذ من رفضها للمهاجرين نهجاً لها وتتوارث ذلك من جيل لآخر. كانت البداية مع جوماري لوبين المعروف بآرائه المعادية للمهاجرين، ثم انتقل اللواء إلى ابنته مارين لوبين التي أخذت على عاتقها مواصلة الحلم بفرنسا التي لا مكان فيها للأجانب بصفة عامة. وسعت لوبين طوال سنوات عدة إلى تحسين صورة حزبها المعروف بمعاداة المهاجرين، وفي الانتخابات الفرنسية الأخيرة ارتفع رصيد هذا الحزب وسط غضب الناخبين من ماكرون وارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد المخاوف بشأن الهجرة. والآن فرنسا أمام تحد جديد بعد فوز تاريخي لليمين المتطرف بأول جولة في انتخابات فرنسا، لكن النتيجة النهائية ستعتمد على تحالفات الأيام التي تسبق الجولة الثانية الأسبوع المقبل. لكن ما هي مسيرة الأسرة التي تحلم بحكم فرنسا ورأس مالها الثابت رفض المهاجرين؟ في نوفمبر عام 1976 هز انفجار قوي العمارة التي تقطن فيها عائلة لوبين، وبعد سنوات طويلة من هذه الحادثة الغامضة كشف المحقق في تصريحات عدة هوية واضعي المتفجرات، وأن الذي خطط لكل ذلك لم يكن خصماً سياسياً للوبين، بل هو أحد ورثة رجل الأعمال اليميني إوبير لومبيغ الذي قرر قبل وفاته ترك ثروته من أجل لوبين، ليصير الرجل بين عشية وضحاها من أثرياء فرنسا على حساب الورثة الغاضبين على ما يبدو. استفادت عائلة لوبين من هذا الإرث، كما تحصلت على كميات أخرى من المال بعد أن وضع عدد من الأغنياء المتحمسين لمشروع فرنسا القومية اسم جون ماري على قائمة ورثتهم كما فعل أمير. فانتقلت الأسرة من شقة في باريس إلى حياة القصور. حرص جون ماري لوبين على حماية تركة العائلة وحقها التاريخي في الحزب، ولذا كان من الطبيعي أن يعد أحد بناته لخلافته، وقد وقع الاختيار على مارين لوبين. حلم أسرة لوبين برئاسة فرنسا منذ عقود شكل عنصرا مركزيا في الساحة السياسية الفرنسية، ورغم أنها فشلت كثيرا مع الجد جون ماري لوبين، إلا أن نجاحها ربما يكتب مع الابنة مارين لوبين.